المسألة الأخرى مرتبطة بالملف المطلبي هو المسارات. مجموعة الفئات ما كانش عندها مسارات أخرى، من نهضر على الملحق إدارة اقتصاد، الملحق التربوي اللي غيستافد الآن، والملحق الاجتماعي اللي غيستافد كأوتور دعم من الترقية إلى درجة الممتازة لأن ما كانش عنده، أيضا كان محبوس في الهيئة ديالو، ما عنده فين غيمشي، ما عنده لا تفتيش ولا مسارات أخرى. دابا كاين تجسير، بمعنى نشرح لكم، كاين ترقية الآن جوج، الترقية اللي هي عمودية وهي من سلم لسلم وكتخضع للمعايير العادية، الترقية بالاختيار 36% دابا الآن، والترقية عن طريق الامتحان، والتثقيف من كترشح 4 المرات، هذه راهي عمودية. وكاين ترقية أفقية، بمعنى كيكون أستاذ غدا كيمشي يدوز امتحان ومباراة توظيف داخلي، كيرجع مدير متصرف تربوي، كيمكن له يرجع مستشار في التوجيه، كيمكن له غدا يرجع مفتش. إذا واحد الهيئة، واحد الهيئة الدعم الإداري والاجتماعي ما كانش عندها هذا الأفاق. نفس الشيء بالنسبة لأستاذ التعليم الإعدادي، ما عنده فين غيمشي، ما كانش عنده مباراة ديال التفتيش إلا مستشار توجيه وغيره، الآن سيتفتح له مركز التفتيش. أيضا كان الكوب مسدود لسنوات. كاين وضعيات أخرى لفئات كتحتسب لها الخدمات السابقة، وهي ملفات تدبيرية ولكن دخلناها في الاتفاق، بحال العرضيين وبحال تسوية الوضعية ديال التوظيف المباشر، الأفواج ديال 2010 و2011 اللي كان عندهم واحد الفترة بين الأكاديمية والوزارة وما تحققتش الخدمات وما تحتسبت لهمش في الترقية، أيضا ستعالج وما شابهها مجموعة من القضايا المماثلة ديال الأطر التربوية والإدارية اللي عندها قضايا تدبيرية غيتم فكها. النقطة اللي هي أساسية أيضا ومرتبطة بالكلفة المالية هي التعويضات التكميلية. مجموعة من الأطر التربوية والإدارية عندها مسؤوليات، ولكن داك الشيء اللي كتقاضى هزيل، ما كيشجعش أغلبية الناس، كيقول لك ما عندي ما ندير بالمسؤولية، أولا كيمشي يتكون تيقول لك أنا هذا التكوين وتخرج بحال مستشار في التوجيه ولا في التخطيط ولا أي ولا مفتش ولا غيره ولا متصرف، تيقول لك أنا غنتكون ونقرا عامين ونخرج وأنا داخل بسلم 11 ونخرج ب 11، هذه عقوبة وكنت غنترقى بواحد الوتيرة أسرع ودابا كاين الضرر. هذا إشكال اللي سيتم معالجة في هذا النظام الأساسي من أجل إما ضبط وتدقيق هذه المسارات وأيضا تحفيزها عبر سوية وضعيتهم. ملف الآن هو ملف قوي ديال كيتسمى النقابية زنزانة 10. هذا الملف ديال زنزانة 10 هما موظفين اللي هما قابعين الآن في السلم العاشر، مرتبين في السلم العاشر واللي تخرجوا بسلم 9. وهذا الملف كان فيه مقترح نتاع المادة 112 هو النظام الأساسي الحالي اللي كتقضي بالترقية كما كان معمول بها من 9 إلى 10، 15 سنة أقدمية عامة اللي خدم 15 عام منها 6 سنوات في الإطار دياله، بمعنى ذاك الإطار اللي خدم فيه يكون قضى فيه 6 سنين. هذه الآلية بنتنا بأنها ما كتوفيش بتسوية الملف كامل، فاقترحنا احنا كجامعة حرة للتعليم من دورنا اعتمدنا في المقاربة اللي كانت عندنا في ملف الزنزانة 9 أو المرتبين بالقابعين في السلم 9، يعني باعتماد السنوات الاعتبارية، طرحنا على الوزارة وهذه هي الآلية اللي غنشتغلوا عليها من أجل حل هذا الملف بعد أن تبين لنا احنا كنقترحوا وكيتبين في إطار تفاعل مع نساء ورجال التعليم والفئات المتضررة أن هذه الفئة ربما ما غتستوفاش أو يوقع الضرر، لأننا احنا بغينا اتفاق ما يخلقش ضحايا وأضرار جدد، احنا بغيناش اتفاق ومشروع ماشي حتى الاتفاق، الاتفاق راه هو مؤطر، ولكن النظام الاساسي اللي غنخدموا عليه ما خص حتى شي حد غدا يكون متضرر منه وعاد نخرجوا التنسيقيات ولا متضررين في أجل. خصنا كنا نفتحوا هذا الحوار الهادئ والناضج باش نقدروا نبنيوا هذا النظام الاساسي، راه ما عندناش حنا نظام اساسي تحت السماء هنا وغنجبدوه كنقصوا، حنا كنبنيوه وغنبنيوه مع نساء ورجال التعليم، مع الفئات المتضررة، مع المكاتب الوطنية والمكاتب الفئوية اللي عندنا داخل التنظيمات ديال النقابة. حنا في الجامعة الحرة يعني عندنا مكاتب فئوية كتشمل جميع الفئات، وبالتالي هذا نعتبره واحد تحدي جديد أمامنا بعد ما عطينا البداية ديالو عبر هذا الاتفاق. إذا ما يسمى
ملف معرف زنزانة 10 معالجة ديالو في تقديرنا اللي غنمشيو باش نفعلوه هو السنوات الاعتبارية باش يكون عنده نفس الوضعية الممثلة من ملف لأن كان سابقه اللي هو زنزانة السعود. الله يحفظ، حنا دابا عندنا في التعليم غير الضحايا وغير الزنازير وغير القضايا، لأن هذا الشيء كنهضروا على 20 سنة عقدين من الزمان، زعما عيب وعار أنك تبقى أنت عوض ما يعني تواكب مستجدات التعليمية والتحصيل كتبقى حير غير مع المطالب ديالك ومع وضعيتك الاعتباريه وايضا الماديه. ملف ديال الضحايا هضرت فيه، وهو ملف ايضا اللي كما قلت 40 سنه وغيره خصنا نسويوه ب يعني تصحيح ما اعترى ومن اغفال في المرسوم ديال 2019، وايضا الاثر الاداري اللي خصو يكون باين لبعض الفئات واللي حنا كنقترحناه فيه واحد واحد 2016، وهذا الشيء خصو يتأجرى على المستوى العملي عبر هذه المراسم اللي نبقاو نشتغلوا فيها. ملف الأطر ديال التسيير المادي والمالي أيضا سيستفيدوا من المقتضى اللي كنسميوه التعويضات التكميلية وكباقي الأطر الإدارية، المستشارين وغيرهم، الأطر التصريف التربوي، كل أطر إدارية ملحق إدارة الاقتصاد وغيره. هذه الفئات اللي هي عندها تعويضات تكميلية ولكن هزيلة خصنا الرفع منها. في إطار التكلفة المالية واحد المبلغ مهم جدا، لكن احنا في إطار التفاوض المالي وصلنا بالنسبة للأساتذة الفرض عليهم التعاقد في الترسيم ديالهم، لأن من 2016 كاين اللي مازال ما ترسمش كيسالوا مجموعة الرتب أن غيتسوى ماديا الكلفة المالية في هذا الاتفاق بأن غيتصرف لهم كل مبالغ من تاريخ التوظيف ديالهم. نفس الشيء بالنسبة لمجموعة الفئات اللي غتصرف لهم في إطار الكلفة المالية في 2023. من غنكملوا النظام الأساسي كامل بكل هذه الفئات، وكتشوفوا راني كنهضر هذا الشيء يعني حتى في النقاش حنا طولنا لأن كنهضروا على 320 ألف وعلى مجموعة ديال الفئات ومجموعة ديال جبر الضرر وأيضا تفاوتات في المعالجة وأيضا المعالجة اللي كانت جزئية واللي كتخلف من بعد ضرر تيجي من بعد سنوات، لأن كيكون هذاك اللي معني بالضرر ما عرفش الضرر في ديك السنة فاش دار المرسوم، ولكن بعد سنوات كيبان له بأن الضرر جاء من ذاك المرسوم، عاد كيكون كينتظم وكيكافئ المتضرر وكيحتج. إذا اليوم بغيت باش نختم ونقول بأن الفئات المتضررة أو اللي كتبان لها متضررة، حنا الباب مفتوح كنقابة تعليمية وكجامعة حرة للتعليم من أجل الاستماع والاستدراك. كما كنقول حنا ما كنصابوش الدستور، حنا كنصابو مرسوم بمثابة نظام أساسي، ومازال ما درناش شي نظام أساسي. حنا اتفقنا على المبادئ المؤطرة ديالو وعلى الكلفة المالية اللي خصها تصرف وتاريخ المفعول ديالو المادي، فوقاش غيتم إجراءات الانعكاس المالي اللي اتفقنا في 2024، وبعض الملفات اللي غتكون استعملنا اللفظ نتاع الصفه الاستثنائيه بمعنى اننا حنا بغينا هذاك الملف يتعرف بانه بدا ما كيهمناش الكلفه اللي غتخصلو، ولكن كنقولوا للحكومه تبدي حسن النيه ديالها من خلال الاعتراف وانطلاق المرسوم بتاريخ المفعول اللي هو 2023، وكنعطيو واحد التصديق وواحد القيمه للسنه اللي تم فيها التوقيع اللي هي 2023، ما يمكنش تكون خارجه بصفر درهم. اذا اتفقنا على واحد الكلفه ماليه غتخرج في 2023 وما تبقى خصو يتاجرا في 2024 تاريخ توقيع الاتفاق. هذه الامور ممكن ان نزيدو نفصلوها، لكن بعض القضايا اللي كتطرح هي مرتبطه بملف التقاعد، تيقول لك انا الكلفه شنو غتجيني هذاك، لان ملف ديال التقاعد يعني العمل اللي دارت في الحكومات السابقه بانها سنت اجراء نتاع 8 سنوات كمتوسط، ما بقاش اخر اجر، وبمعنى هذاك عمل اللي هو مرتبط بملف التقاعد اللي حنا كنعتبروه ورش مازال مفتوح مع الحكومه الحاليه من الاصلاحات اللي هي كتقول بانها ضروريه. حنا كنقولوا الا كان هذه الاصلاحات ضروريه علاش دارت في 2016؟ بمعنى المقاربه اللي دارت مقياسيه راه ما خداماش، وان الحل اللي كنشوفوا حنا كجماعه حره التعليم والاتحاد العام للشغل المغرب راه هو التوظيف، تنهضر في نظام العاشات المدنيه بين الصندوق المغربي للتقاعد، بمعنى حنا في نظام اللي هو تضامني خصو يكون فيه توظيف باش يسد الغاز، وانا ذاك نوصلوا لهذا النقاش وهذا في الحوار المركزي. بالنسبه للفئات اللي كتقول يعني تقصات وهي مثلا الاطر المشتركه، كنقول لهم بان مفتوح لكم الاليه ديال الادماج في النظام الاساسي الحالي، ولا بغيتوا تبقاو في الاطار المشترك غتناقشوا في الاطار الحوار المركزي مع المركزيات النقابيه،
وبالتالي اليوم كاين خيار يا اما اللي بغى يستافد من مقتضيات النظام الاساسي يرجع للنظام الاساسي بالاطر التربويه اللي كاينه، ولا بغى اطار مشترك له ذلك، ولكن راه كاين تفاوض مستمر، راه مازال ما كملش الاتفاق مع الاجراء ديال الاتفاق مع الحكومه في اطار الحوار المركزي. بالنسبه لاساتذه التعليم الثانوي فعلا كاين درجه ممتازه وكاين درجه جديده. الدرجه الجديده اطرحت لنا في الحوار القطاعي يعني مع وزاره التربيه الوطنيه، ولكن حيت كنا كناقشوا الملف ديال المقصيين والمقصيات بغاو يربطوا لنا بالحوار المركزي، رفضناه. وفي الثانوي قالوا لنا هذه النقطه هي مدرجه وموقعين عليها النقابات، وانتم راه امتداد للنقابات المركزيه ومدروجه في الاتفاق المركزي ديال 30 ابريل احداث درجه جديده لذوي المسارات المهنيه المحدوده بما فيهم اساتذه التعليم الثانوي التاهيلي واللي مدرجين. كان عندنا خيار اما نعاودوا ناكدوا عليها في هذا الاتفاق او لا نلتزموا بمادام انها كاينه في الحوار المركزي، وحنا رفضنا ان هذا الحوار القطاعي تربط بالحوار المركزي، خليناها في الاتفاق اللي هو اصلا موقع مع رئيس الحكومه والكتاب العام والمركزيات النقابيه. وبالتالي حنا ماشي غفلنا شي فئه، حنا وضعنا كل الفئات، وضعنا قدامنا الخيارات، يا اما يتم اعمال مبدا خذ وطالب وحنا غنتبعوا، واي فئه متضرره ونسمعوا للناس وحنا في اطار الاجراء نقبطوا بيدينا التزام مالي بتوقيع، قلت لكم توقيع بمثابه مرسوم لان هذو الناس اللي كيوقعوا في المراسيم وباشراف رئيس الحكومه، لان هذه المراسيم كتخرج في مجلس حكومي يتراسه رئيس الحكومه بعرض الوزراء المعنيين. هذا الشيء اللي دار في هذا الاتفاق، وهو علاش يختلف على باقي الاتفاقات الاخرى. وكنذكر النساء ورجال التعليم في التفاوضات السابقه مع الحكومات السابقه والوزراء السابقين شنو كيوقع لنا؟ كنا كنتفاوضوا حتى تنوصلوا للاتفاق، تيقول لك صافي حنا اقتنعنا الوزير المعني، صافي حنا معاكم، كنخرجوا حنا بلاغ بان تم قبول كذا وكذا، كدوز شهرين تيقول لك راه تفاوضنا مع الماليه مع الوظيفه العموميه وهناك تحفظات، وكنرجعوا حنا للنضال وكنقولوا انكم خلفتوا الوعد والاتفاق. هذا الشيء الان ما بقاش في هذا الاتفاق، لان كل شيء حاضر، اللي غيتحفظ لنا كاين، واللي غيرفض كاين، واللي غيقبل كاين، وتحت اشراف رئيس الحكومه. يعني كان الاتفاق، واكد لكم ان هذا اتفاق مع الحكومه كامل بكل مكوناتها، وحنا نحترموا الذكاء الجماعي الذي يلوم حقه يلوم، والذي يعاتب حقه يعاتب، لكن الخيارات اللي كانت عندنا هي خيارات اللي توافقنا عليها واللي تفوضت لنا من خلال المؤتمرات العامه بحال اللي كان عندنا في الجامعه الحره للتعليم، تم التفويض للكاتب العام واتفاق على الملف المطلبي، ولا الجمهور العامه ولا المجلس الوطني اللي تعطات للنقابات قبل هذا الاتفاق، بمعنى كل شيء كاين. والالتزام اللي عندنا دائما قائم هو ان مشروع النظام الاساسي ما غيكتمل، الحسم ديالو النهائي ما غيتم الا بعد عرضه على المجلس الوطنيه وعلى الاجهزه التقريريه، وايضا الاجهزه اللي كنعتبروها تداوليه من خلال المكاتب الفئويه باش تشوف القراءه ديال القانون، الاطار القانوني والمسار المهني والمراحل الاخرى المرتبطه. هذا هي النيه ديالنا اللي حنا اشتغلنا عليها لازيد من 30 اجتماع، واللي نعتبره انه اختتم بهذا الاتفاق اللي كنعتبره بدايه للحسم والقطع مع هذه الملفات. وبالتالي اي شيء يراه يعني البعض انه فيه نوع من التنقيص او نوع من التشكيك، حنا موجودين باش نوضحوا اي شيء. وايضا حنا لم نحسم الملف ونطويه الا بعد النظام الاساسي اللي قلنا انه سيحسم بعد ما اتفقنا على رسميا تاريخ الخروج ديالو وتاريخ المفعول ديالو وتاريخ المفعول المالي ديالو مع الحكومه ككل باعتبار بكل مكوناتها. بالتالي اليوم حنا في لحظه مفصليه ديال تعزيز الثقه فيما بيناتنا، وحنا نقول باننا القوه ديالنا هي من داخل التنظيمات ديالنا اللي هي قوة اقتراحية وقوة تنظيمية وقوة مطلبية وقوة حجاجية وأيضا ترافعية اللي كنستمدوا منها القوة ديالنا. اليوم حنا وقعنا اتفاق حول المبادئ المؤطرة، و أثبتنا مظلومية وأحقية مجموعة الفئات، وأقررنا من طرف الحكومة بأهمية الأدوار الريادية اللي كتقوم بها نساء ورجال التعليم، وقمنا بتحصين هذه الأدوار وتعزيزها بالمحافظة على المكتسبات اللي كانت قديمة،
ونجيبوا مكتسبات جديده. هذا هو الدور اللي كيبان ان العمل النقابي خصو يقوم به. الاحتجاج والبلاغات اليه من الاليات، ولكن ماشي هي غايه في حد ذاتها، وهي دائما عندنا كاليه متوفره، لكن حنا كما قلت في البدايه انتهجنا منطق النتائج، وخصنا نختبروا هذه الاليه باعطاء حسن النيه كما كنقولوا، درنا النيه مع هذه الحكومه وغنعطيوها فرصه الاختبار من اجل الاجراء، لاننا فرضنا عليها ان الاشراك في اي قرار واي مرسوم يكونوا حاضرين، وحتى نوافقوا عاد يخرج المرسوم، بمعنى اللي عنده شي ملاحظات يعطيها للنقابات، لانها غتكون طرف اكيد في اي مرسوم اي قرار اللي غدا غيخرج قبل الاجراء ديالو، باش ما يجيش غدا يخرج مرسوم وغنتشاركوا فيه مع النساء ورجال التعليم والمناضلين والمناضلات ديالنا، ويقول لي راه الدار خلف ضرر. اليوم عندنا هذه الفرصه، في السابق ما كانش عندنا هذه الامكانيه، الان حنا حاضرين في كل الفئات وايضا في كل المجالات، بما فيها المجال الاصلاح التربوي اللي ما نخليوش هذه المره يدير، لان يمارسوا علينا وننعتوا باننا حنا مقصرين. حنا هذه المره نقول لهم ها ادوارنا وها شنو خصو يدار مع كل فئه فئه، باش غدا نكونوا شركاء حتى في القرار التربوي، ماشي فقط في قرارات اخرى اللي كتكون بالتبعيه تياخذوها وكيطلبوا منا حنا التنفيذ ديالها. كنشكركم مره اخرى على الزياره وايضا الاهتمام بهذا الموضوع. لا يكفي ما قلنا من يعني لا في المدى الزمني ولا في المجالات باش نفصلوا، لدينا الكثير في للتبسيط وايضا شرح وايضا يعني فرش مجموعه من المعطيات اللي مرتبطه بالملف، لنا ايضا مجموعه من الدفعات الاخرى اللي يعني تقوي موقفنا، لكن احنا بغينا ان الجسم التعليمي يلتئم وترجع الثقه فيما بيناتنا، وكفانا من هذا التنابز والتراشق. اكيد احنا محتاجين المقترحات، محتاجين اللي يساندنا بالمعطيات، احنا بابنا مفتوح دائما، وان تبين ان هناك اي يعني خطا ما او سوء تقدير مستطيعين اننا احنا كنبنيو مجموعين، لان هذه بلادنا كما قلت، وانا كيهمنا الجميع انه يتضافر، فقط حاجه وحده توفر هي حسن النيه، والله من وراء القصد. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.